شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول اليأس من روح الله، ونتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى في مقامين. المقام الأول في مفهوم اليأس ومنشأه، المقام الثاني في مجالات الأمل. أما حول المقام الأول، فاليأس نقيض الرجاء، وبعبارة أدق ضد الرجاء. فاليأس عبارة عن القنوط وانقطاع الأمل برحمة الله تعالى. الشيء الذي يظهر من بعض الآيات المباركات، أو ربما يظهر، أن منشأ اليأس من روح الله هو الكفر بالله تعالى. الله تعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الجملة إذا تطبقون قواعد العكس المستوي المذكور في المنطق تنحل إلى جملتين. الجملة الأولى: إن كل يائس من روح الله سبحانه وتعالى فهو كافر. هذه الجملة الأولى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فإذا كل من ييأس من روح الله تعالى فهو كافر بمرتبة من مراتب الكفر. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية التي تستفاد من العكس المستوي أن كل مؤمن لا ييأس من روح الله. فإذا في يوم من الأيام وجد الإنسان نفسه يائسا من روح الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أنه ليس مؤمنا. لماذا؟ ما هي الرابطة بين اليأس من روح الله والكفر بالله؟ لماذا كل يائس كافر؟ ولماذا كل مؤمن لا ييأس من روح الله؟ ما هي الرابطة بين اليأس والكفر؟ الشيء الذي يحتمل أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال أن الكافر يرى في هذا الكون معادلات طبيعية حاكمة ولا يرى إلا هذه المعادلات الحاكمة، يعني النظام العلية والمعلولية المادية، هذه هي التي تحكم على تفكير الكافر. الترتب العلي والمعلولي في ضمن الإطار الطبيعي، هذا النظام نظام العلل والمعلولات أو ما يقال له عند الحكماء بالذاتيات. هنالك أشياء في هذا الكون ذاتية، وكما يقولون الذاتي لا يختلف ولا يتخلف. هذا النظام اللي تمشي فيه العلل والمعلولات، هذه لها مسير معين ومصير معين، وأنا العبد وقعت في هيمنة وقبضة نظام العلل والمعلولات. هذا المنطق بهذا النحو هذا نوع من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن يؤمن أنه وراء المعادلات الطبيعية وراء نظام العلل والمعلولات أكو هنالك شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو الإرادة الإلهية المطلقة. هذا النظام العلل والمعلولات، هذا علل ومعلولات إلنا، هذا النظام يقيدنا ولكنه لا يقيد الإرادة الإلهية المطلقة. لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى في ضمن هذه الإطارات الطبيعية غالباً إلا المحالات الذاتية التي لا كلام لنا فيها، لا يوجد هنالك ذاتي لا يختلف ولا يتخلف، هذا إلنا لا يختلف ولا يتخلف.
الإرادة الإلهية إرادة مطلقة، الإرادة الإلهية لا يقيدها شيء ولا يحدها حد. هذا من توابع الإيمان، هذا منطوي في ذات الإيمان. ما دام أنا المؤمن أؤمن أن هذه الإرادة الإلهية فوق كل شيء، فلماذا يفقد المؤمن الأمل؟ ولماذا يصاب بحالة اليأس والقنوط؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كل يائس كافر وكل لا كافر غير يائس، هاتان الجملتان. في منطق الحكماء، بعض الحكماء، الإحراق ذاتي للنار، هذا ذاتي في معادلاتنا، ولكن في المعادلات الإلهية الحاكمة النار مع حفظ الماهية، مو أن النار تتبدل إلى شيء آخر، النار مع حفظ الماهية النارية تعطي البرود. الإرواء ذاتي للماء، هذا في ضمن نظام العلل والمعلولات الذي يقيدنا، هذا ذاتي إلنا، ولكن بالنسبة إلى الإرادة الإلهية المطلقة الماء يمكن أن لا يعطي الإرواء. واحد يشرب الماء ولا يرتوي، كما حدث في قضية كربلاء الذين دعا عليهم سيد الشهداء، أو الذي دعا عليه سيد الشهداء صلوات الله عليه، كان يشرب الماء ويشرب الماء ويشرب الماء وينادي العطش العطش، حتى الماء كان يتفايض من فمه وما كان يرويه الماء. فإذن هنالك ملازمة طبيعية بين اليأس من رحمة الله وبين الكفر بالله، وهنالك ملازمة طبيعية بين الإيمان بالله والرجاء والأمل بالله. هذا هو البحث في المقام الأول. المقام الثاني، مجالات الأمل. الأمل له مجالات ثلاثة متدرجة. المجال الأول، الأمل في التغيير الشخصي الخاص. هذا المجال الأول فيه فروع متعددة، من جملة هذه الفروع أنه طبيعة الحياة، هذه الحياة التي خلقها الله تعالى، طبيعتها طبيعة المشكلات. كل من تلقاه يشكو ألما، ليت شعري هذه الدنيا لما. هذه طبيعة الحياة. الفرد في خضم المشكلات، وبالذات إذا كانت المشكلات عنيفة، يفقد الأمل. هذه طبيعة الفرد، أنه عندما تصيبه المشكلات
فيئوس قنوط، يرى أنه انتهى، بعد ماكو هنالك مجال للتغيير. المؤمن في أعتى المشكلات الشخصية يجب عليه أن يمتلئ قلبه بالرجاء برحمة الله. أكو في الأحاديث: أدعو وظن حاجتك بالباب. مثل ما أنتوا إذا منتظرين واحد، بين اللحظة وأخرى يمكن أن يأتي من هذا الباب. شلون في حالة ترقب؟ أي حركة في هذا الباب تشوفون أنه هذا إجا أو ما إجا؟ عندما يدعو المؤمن في مشكلاته يجب أن تكون له هذه الحالة، يعني هذا قلب مليء بالأمل، مو أنه يحتمل ويحتمل لا، لا، الآن تقضى الحاجة. بهذه الحالة واحد يتوجه إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. هذه القضية قضية معروفة، لا أريد أن أكررها. والد الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه ما كان عنده أولاد، وكلما طرق الأبواب المختلفة لم ينجح. في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي، على أثر حادثة معينة، خاطب الله سبحانه وتعالى، قال: يا الله، أنا من اليوم الأول اشتبهت اللي طرقت بقية الأبواب، أنا من اليوم الأول كان يجب أن أأتي إلى بابك، الآن تريد تعطيني أعطني، أنا بعد ما أطرق بابا آخر. وكان هذا الانقطاع وهذا التوجه هو العامل في أن الله تعالى أعطاه ولداً. وأي ولد؟ الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، اللي له حق ظاهري علينا جميعاً، الحق الواقعي لأهل البيت صلوات الله عليه ولفاطمة المعصومة كريمة أهل البيت علينا. أما من الناحية الظاهرية، الشيخ عبد الكريم له حق علينا جميعا. هذه لحظة الانقطاع إلى الله ولحظة الأمل بالله. نقل لي أحد العلماء قبل فترة لعل مضمونها، الآن هي قضية واحدة أو قضيتان، على كل حال إما قضيتان أو قضية واحدة، قال: كان واحد ما عنده أولاد، راح إلى الأطباء، الأطباء قالوا: هذه المرأة فاقدة للجهاز الذي يصنع الولد. الآن ما علي بإصطلاح العلمي، ما إلها قابلية، مو يعني أنه أكو مانع، مقتضي ماكو. هذا الرجل ذهب إلى الشيخ النخدكي اللي كان مدة في مشهد معروف بكراماته، فقرأ على شيء لعله كان تين، أو نظر إليه نظرة حادة، وقال: كل نصف هذا وزوجتك خل تأكل النصف الثاني. قال: يا شيخنا، الأطباء يقولون هذا ما عده الجهاز، جهاز التوليد. قال: أنت شعليك،
أنت تريد هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. جهاز أكو أو ماكو، هذا مو مؤثر في المعادلات الإلهية الحاكمة والمهيمنة والقاهرة. وأكل الرجل إما في هذه القضية أو في قضية ثانية، أكل نصف ذلك التين وزوجته أكلت النصف الآخر والله أعطاهم الولد. هنالك رجل قصته فيها تفصيل، الآن ما علي بالتفصيل لأن ما يرتبط ببحثنا. هذا كان مسجى في المستشفى أعوام لا يتمكن أن يمشي. هو كاتب: أنا الآن يمر علي وأنا على هذا الفراش 16 عام. إحنا إذا أسبوع نبقى في البيت على فراش المرض لا نتحمل. شوفوا حقيقة شلون ابتلاءات. 16 عام على هذا الفراش وأنا أتمنى أن أرى لون السماء. يبدو خلال فترة ممتدة ما كان شايف. الغرفة يبدو كانت بشكل اللي ما يتمكن يشوف. وفي قضية معينة الله تعالى بالوسائل المعينة شافاه وخرج وأخذ يمشي على أقدام. قبل 4 أعوام أو 5 أعوام كان هنالك أي أمل حقيقة إلا للمؤمنين الكامل الإيمان في أن الأوضاع تتبدل في العراق؟ حقيقة كان يجي في خاطر واحد أن الأوضاع تتبدل. هؤلاء الذين كانوا في السجون الرهيبة كان يخطر في بالهم أنه في يوم من الأيام تتبدل هذه الأوضاع؟ أكثر من 30 عام الأغلبية فقدوا الأمل، وإذا بالله سبحانه وتعالى محول الأحوال. تشوفون هذا التحول العجيب الذي حدث. وإذا بأولئك السجناء خرجوا من سجونهم، الأوضاع تبدلت، الأوضاع تغيرت. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كان واحد يقولون السنخية بين العلة والمعلول. أي سنخية بين العلة والمعلول؟ هذه ارتباطات جعلية الله جعلها بين الأشياء. في دعاء الصباح نقرأ، ذاك العالم كان يقول: وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا. شنو الربط بين هذا الماء وبين الصم الصياخيد؟ الربط ماكو فيما بينهم. الله تعالى بنى الأشياء كما كان يقول ذلك العالم على عدم الربط. الآن مو كلامي في كلية هذا الكلام، كلامي أنه الارتباطات الطبيعية لا تقيد الله تعالى. ونحن في أحلك الظروف وفي أشد المشكلات يجب علينا أن لا ينقطع أملنا برحمة الله وبروح الله. هذا هو المجال الأول، الأمل في التغيير الشخصي الخاص.
بعد آخر في هذا المجال الأول، كثير من الأفراد ما عندهم أمل بالتقدم، ما عندهم أمل بالإنجاز، لعله أغلب الأفراد فاقدون لهذا الأمل. أنتوا قعدوا مع الأفراد، فرد منتهي ما عنده باعث، ما عنده محرك، يرى أنه لا يتمكن أن يفعل شيئا. صاحب الكفاية منه كان؟ رجل دين أفغاني، ولكن هذا الرجل الأفغاني أصبح محورا في الحوزات العلمية الآن 100 أو أكثر أو أقل. شنو الفرق بين صاحب الكفاية والألوف من أمثاله اللي كانوا في عهده؟ الفرق أن صاحب الكفاية كان عنده أمل أنه يتمكن أن يحقق شيئا، هذا فرق. أو من الفوارق، والبقية ما كان عندهم أمل. الفرق بين العلامة الأميني وغيره شنو هو؟ الفرق أن العلامة الأميني كان عنده أمل أنه يتمكن أن ينجز الغدير، وأمثاله ما كان عندهم هذا الأمل فما تمكن. الفرق بين صاحب الجواهر وهو طالب في 25 من عمره والآخرين المئات من أمثاله شنو كان؟ الفرق هو هذا الأمل وهذه الهمة. صاحب الجواهر في أول الجواهر يقول ما مضمونه: فاستعنت بالله وتوكلت عليه بعزمة دونها العيوق منزلة، عيوق كوكب أو برج، وساعد ليس تثنيه الملمات. صاحب الجواهر ما كانت ملمات في حياته، ابن ما مات، ما كان يعاني الفقر، ولكن هذه الهمة وهذا الأمل وهذا الساعد الذي لا تثنيه الملمات هو الذي صنع صاحب الجواهر. الآن 200 عام محور أو أقل أو أكثر في الحوزات العلمية، وما من مجتهد لعله إلا وفي بيته الجواهر. إحنا عندما نشوف العظماء نشوف وجه العظمة منهم. أنتوا لا تشوفون فقط وجه العظمة، شوفوا الوجه الآخر. الوجه الآخر هذا طالب بين ألوف الطلبة. العلامة الأميني رحمة الله عليه، لا تشوفون صاحب الغدير، هذا الوجه الأول أو الثاني، شوفوا الوجه الأول أيضا. الرجل في بعض فترات حياته ما كان يتمكن يضيف صديقا له لأنه مال ما كان عنده، هذا هو العلامة الأميني. هذا هو المجال الأول. المجال الثاني، الأمل في التغيير الاجتماعي المحدود. المجال الأول كان يرتبط بالمجال الشخصي، المجال الثاني التغيير اجتماعي المحدود. على قول العام رحمة الله عليه، كان أحد العلماء يقول، قال لي: ألا تأتي معي لنضيف 2,000,000 إنسان إلى الشيعة في العالم؟
في قضية العلوي. هذا تغيير اجتماعي محدود. أكو بعض الأفراد يخلون لأنفسهم دائرة معينة ولا يخرجون من هذه الدائرة، وهنالك أفراد يفكرون في التغيير الاجتماعي. الآن العم كان يقول إضافة مليوني إنسان، واحد الآن يتبنى إضافة 18 مليون إنسان إلى العدد. العلويون في تركيا اللي هم 18 مليون أو أكثر أو أقل، بعض يقولون 30 مليون. هذا يرتبط بالأمل وبالهمة. هل التغيير الاجتماعي المحدود ممكن؟ الجواب نعم. أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج. الشيعة في تلك العهود المظلمة، الآن الحمد لله احنا نعيش عهودا أخرى، في تلك العهود المظلمة الخانقة، لاحظوا شلون تطلع كان عندهم، شلون أفق كان عندهم، وكيف كانوا يفكرون، وكيف غيروا. إحدى الفترات التاريخية المظلمة على الشيعة وعلى المسلمين جميعا فترة صلاح الدين الأيوبي. هذا الرجل جنى خلافا لما يتصوره البعض ويمدحونه، هذا جنى جناية على الإسلام وعلى البلاد الإسلامية، وسلم فلسطين للمحتلين خلافا لما ينقل عنه. 8 جنايات عظمى أو أكثر، أو 7 جنايات عظمى جناها هذا الرجل. وهنالك كتاب ألف جديدا ألفه أحد المفكرين حول هذا الرجل، بيّن جناياته حتى من تواريخ العام، وأثار هذا الكتاب ضجة شديدة بالذات على شيعة أهل البيت، الذين قتلهم، الذين سجنهم. في واقعة واحدة أحرق من شيعة أهل البيت 50,000 إنسان بالنار، هو هذا صلاح الدين الأيوبي. أحد العلماء الذين ذهبوا إلى حلب ذكر أنه ذهبت إلى إحدى سجون صلاح الدين للشيعة، كانت هنالك فتحة في جبل فتحة، وهذه لها عمق يمكن قال حوالي 20 متر، وهنالك في أسفل هذا المكان، في أسفل هذه الثقبة مكان، الشيعة اللي كان يحاول أن يسجنهم كانوا يأخذوهم يشدون ظهرهم بحبل يدلونهم في هذا المكان ويعيفوهم هناك. هذا العالم نقل، أنا رحت إلى ذاك المكان الآن بعد التطوير والتغيير وإضاءة المصابيح، يقول استوحشت من ذلك المكان وطلعت ما قدرت أروح إلى أعماق. الشيعة كان يخليهم في هذا المكان
هناك كان أكو ماي مقدار في أرضية الجبل، فيخلوهم في هذا الماء، وكل يوم يلقون إليهم مقدار من الخبز، هذا أكلهم وهذا شربهم. أنتوا تصوروا واحد في هذا المكان ما إلى مكان يذهب إليه لقضاء حاجته، يبقى يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، الرائحة الموجودة في ذلك المكان، واحد منهم يموت يبقى هناك يمه، يمكن نصف هاي الغرفة سعة ذاك المكان. هذا كان إحدى سجون صلاح الدين الأيوبي للشيعة. مع هذا الإرهاب العجيب الذي كان حاكما، لاحظوا أفق الشيعة، الشيعة عملوا وعملوا وعملوا، ابن صلاح الدين سووا شيعي، بالتاريخ موجود. كان له ابنان وربما كان له أبناء آخرون، المحسن ابن صلاح الدين الأيوبي في كتاب طبقات أعلام الشيعة يقول إنه كان شيعيا شيعا، وجعلوه من الموالين لأهل البيت. كان له ابن آخر يقال له علي ابن صلاح الدين الأيوبي، في كتاب نسمة السحر في من تشيع وشعر، يعني قال شعر في مدح أهل البيت. علي أيضا جعلوه شيعيا، وله شعر لطيف مذكور في هذا الكتاب. من أسوأ الحكومات على أهل البيت حكومة العباسيين، معروفين المنصور الدوانيقي، حتى الشاعر يقول تالله ما فعلت أمية معشار ما فعلوا فعلت بنو العباسي، أفراد دموي. أحد خلفاء بن العباس المعتضد الشيعة عملوا وجعلوه شيعي، وعندما وصل إلى الحكم كما في التاريخ أمر بلعن معاوية، يعني كان متجاهر بتشيعه، وأن يكتب على المنابر خير الناس بعد رسول الله علي بن أبي طالب، هذا أمر أن يكتب على المنابر المعتضد بالله العباسي، وأمر بإنشاء رسالة في معايب معاوية وأن تتلى فوق المنبر. شوفوا الأفق اللي كان عنده. واحد من خلفاء بن العباس المنتصر معروف ابن المتوكل، هذا الرجل الذي كان كما يقول التاريخ من زنادقة النواصب، يعني ناصبي زنديق، الشيعة عملوا هذا المنتصر جعلوه شيعيا، وعندما جاء إلى الحكم رد فدك من جملة أعماله، وفتح الطريق أمام شيعة أهل البيت لزيارة كربلاء، يعني المتوكل هو كان متشدد في هاي القضية، المنتصر إجا وألغى كل قوانين أبيه، وحدث هنالك تحول في البلاد الإسلامية. الخليفة العباسي الناصر لدين الله، هذا من الخلفاء العباسيين، الشيعة اشتغلوا وجعلوه شيعيا،
هواي يمدحوا كتب التاريخ يقولون وكان من أفاضل الخلفاء وهو أطول بني العباس ملكا. الناصر حكم 47 عام هذا الرجل، أي تغيير فعله في البلاد الإسلامية؟ وهو الذي استرجع بيت المقدس هذا الناصر، وفي عهده المؤرخين يقولون أخذت الشيعة بالظهور والانتشار، انتشر التشيع. الواثق بالله من خلفاء بن العباس الشيعة اشتغلوا سووا الشيعة. كم واحد صاروا؟ 4، المعتضد والمنتصر والناصر والواثق. راجعوا تواريخهم وماذا فعلوا في خلال حكمهم من التغيير. من الأفراد الذين الشيعة اشتغلوا، ولو هذا عمل فردي مو عمل تحول اجتماعي، ابن خالد بن الوليد، هذا من شيعة أهل البيت، خالد بن الوليد ذلك الرجل المعروف بمعاداته لأهل البيت صلوات الله عليهم، ابن المهاجر كان من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، وكان مع أمير المؤمنين، وفي يوم الجمل حارب مع أمير المؤمنين وفقعت عينه في حرب الجمل، وجاء مع أمير المؤمنين في صفين وقتل في صفين بين يدي أمير المؤمنين، هذا ابن خالد بن الوليد. وهكذا محمد بن أبي بكر معروف، سعد الخير من بني أمية اللي في الأحاديث على ما في بالي إنه رجل منا أهل البيت، وهكذا. الدول التي أقامها الشيعة في التاريخ، إحنا نظن الشيعة طول التاريخ كانوا مضطهدين، ما كانوا طول التاريخ مضطهدين. الشيعة أقاموا دولاً على مر التاريخ، طبعاً بعض الفترات كانت فيها فترات انحطاط، هذا واضح ولا ينكر، ولكن أغلب تلك الفترات كانت فترات مشرقة، حتى باعتراف مؤرخي العام عشرات الدول الشيعية في التاريخ الشيعة أقاموها. الآن يطول المقام إحنا إذا نذكر أسماء هذه الدول، ولكن على نحو الإجمال دولة الأدارسة في مراكش، هذا ابن حفيد الإمام المجتبى أقام هذه الدولة، ابن حفيد الإمام الحسن المجتبى، امتدت من عام 172 هجرية إلى 375 هجرية، يعني أكثر من 200 عام. دولة الشرفاء في مراكش أيضا امتدت من سنة 951 هجرية إلى 1311 هجرية. الدولة الفاطمية في مصر وسميت باسم فاطمة الزهراء صلوات الله عليه، والأزهر سمي بالأزهر تيمنا باسم الزهراء صلوات الله عليها، امتدت من عام 297 إلى عام 547، يعني حوالي 150 عام.
دولة الحمدانيين كلش دولة مهمة في حلب والموصل وغيرها، سوريا والعراق شمال العراق، امتدت من 217 إلى 394، يعني حوالي 200 عام، وكثير منها كانت فترات مشرقة. دولة المزيديين في العراق امتدت من عام 403 إلى 545، يعني حوالي 40 عام. دولة آل حمود في مالطة، وين راحوا؟ امتدت من عام 407 إلى 499، يعني حوالي 90 عام. دولة آل الأخيضر في مكة واليمامة، مكة كانت تحت حكم الشيعة واليمامة، امتدت من 251 إلى 305، يعني حوالي 50 عام. دولة آل موسى في الحجاز كانت بيد الشيعة، امتدت من 305 يعني بعد تلك الدولة إلى عام 453، يعني حوالي 150 عام حكموا الحجاز حكام الشيعة. الدولة المرعشية في مازندران، الدولة البويهية في العراق وإيران، البويهيين لهم أثر كبير، امتدت من عام 321 إلى عام 447، يعني حوالي 120 عام. الدولة الصفوية في إيران والعراق معروف، وكثير من فتراتها كانت فترات مشرقة، تحول بالنتيجة. العلامة المجلسي رحمة الله عليه فعل ما فعل في ظل الدولة الصفوية، كان من الموجهين في هذه الدولة. الشيخ البهائي كان من الموجهين في هذه الدولة. كثير من الأعمال الشيعية أنجزت في خلال هذه الحكومة، خلال هذه المدة. يعني احنا لا نتصور أن الشيعة كلهم كانوا طول التاريخ مجموعة مضطهدين مظلومين يكفخون، لا، الشيعة كانوا مظلومين مضطهدين، وفي كثير من الأحيان كانوا حاكمين، وكثير منهم كانوا عادلين في حكمهم نسبة إلى الآخرين. من الذي صنع ذلك في تلك العهود المظلمة؟ السيد مهدي القزويني في العراق في ظل الحكومة العثمانية المتعنتة، اللي بعضهم كانوا نواصب لأهل البيت، استطاع أن يدخل في مذهب أهل البيت 100,000 واحد من العشائر العراقية. هذه تحولات، تحولات تاريخية عظمى وإن كانت محدودة، ولكن قادها أفراد. إحنا نتمكن أن نقود تحولا تاريخيا إذا توكلنا على الله، وكانت عندنا الهمة، وكان عندنا الأمل. نعم، نتمكن بإذن الله تعالى. إذن أولا، المجال الأول، الأمل في التغيير في الحياة الشخصية الخاصة. الثاني، الأمل في التغيير الاجتماعي المحدود، وهذه كلها كانت أمثلة للتغيير الاجتماعي المحدود. أما الثالث فهو الأمل في التغيير العالمي الشامل.
هذا العمل هو الذي يعبر عنه أو يمكن أن يعبر عنه بالانتظار، أنه واحد يعيش حالة الانتظار ويعيش حالة الأمل بذلك التغيير العالمي الشامل الذي يتم على يد الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد. عجل الله تعالى فرجه. هذه الحالة حالة مهمة جدا، أن يعيش الفرد هذه الحالة وأن ينمي هذه الحالة، هذه الحالة قابلة للتنمية. الانتظار كما يقولون حالة نفسية ينبعث منها الترقب. هذه الحالة النفسية لها مراتب، وهذا الترقب أيضا له مراتب. نذكر بعض الروايات في هذا المجال، الروايات التي تبين أهمية هذه الحالة. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له كان كمن كان في فسطاط الإمام المهدي باسمه الخاص صلوات الله عليه الذي يقام لأجله، كأنه في خيمته. هذه درجة الانتظار. هذه الرواية مذكورة في كمال الدين. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع الإمام صلوات الله عليه في فسطاطه. ثم مكث هنيئة وقال: لا، بل كمن قاوم معه بسيفه أو قام معه بسيفه. المنتظر كالمجاهد بين يدي الإمام. ثم قال: لا، والله كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الأخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الإمام أمير المؤمنين: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله. أنه واحد يقول متى وأين وكيف، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. الشيء الذي يبدو من بعض الروايات أن الانتظار قضية مشتركة، يعني نحن كما ننتظر الفرج الإمام المهدي صلوات الله عليه ينتظر الفرج أيضا. ويظهر من بعض الروايات أن الإمام المهدي، وهذا مقتضى القاعدة أيضا، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يحزنون لحزن شيعتهم ويفرحون لفرحهم. هذه المآسي العظيمة التي جرت في العراق، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لقضية واحدة في قضية الأنبار قال: فلو أن امرأ مات من بعد هذا أسفا في انتزاع القلب والحجل وما أشبه ذلك، حتى من المرأة المعاهدة، قال: فلو أن امرأ مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. فكيف والإمام صلوات الله عليه يشاهد جميع هذه المآسي التي سمعتم بجانب قليل منها في العراق في بقية المناطق؟ فالإمام صلوات الله عليه يعيش في حالة اضطرار وهو أيضا ينتظر الفرج.
في هذا الدعاء المروي في بحار الأنوار أن الإمام صلوات الله عليه الإمام المهدي يقول في قنوته: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأكرم أولياءك بإنجاز وعدك، وبلغهم درك ما يأملون من نصرك، إنا لغضبك غاضبون، وإلى ورود أمرك مشتاقون، ولإنجاز وعدك مرتقبون، اللهم فأذن بذلك، وافتح طرقاته، ووطئ مسالكه. في الصحيفة المهدية في دعاء آخر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه: إلهي إلهي أين كفايتك التي هي نصرة المستضعفين من الأنام، وأين عنايتك التي هي جنة المستهدفين لجور الأيام. الإمام صلوات الله عليه يفكر في هؤلاء الذين وقع عليهم الظلم والجور: إلي بها يا رب، نجني من القوم الظالمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء أيوب. الإمام المهدي صلوات الله عليه شبه صبره في الروايات بصبر أيوب عندما تضايقت الحلق على أيوب النبي، دعا بهذا الدعاء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه الجملة تدل على أن الضغط الحوادث على الإمام المهدي صلوات الله عليه ضغط شديد. نجني من القوم الظالمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مولاي ترى تحيري في أمري وتقلبي في ضري، وانطواي على حرقة قلبي وحرارة صدري، فصل يا رب على محمد وآل محمد، وجد لي يا رب بما أنت أهله فرجا ومخرجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي